أخي عندي من الأيام تجربة أخي عندي من الأيام تجربة فيما أظن وعلم بارع شافي لا تمشي في الناس إلا رحمة لهم ولا تعاملهم إلا بإنصاف واقطع قوى كل حقد أنت مضمره إن زل ذو زلة أو إن هفها في وارغب بنفسك عما لا صلاح له وأوسع الناس من بر وإلطاف وإن يكن أحد أولاك صالحة فكافيه فوق ما أولى بأضعاف ولا تكشف مسيئا عن إساءته وصل حبال أخيك القاطع الجافي فتستحق من الدنيا سلامتها وتستقل بعرض وافر وافي وتستقل بعرض وافر وافي.